على صعيد آخر، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة طاقة المغرب على اتفاقيات ملحقة خاصة بوثائق مشروع الوحدات من 1 إلى 4 الخاصة بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر. ويهدف هذا التوقيع إلى تجديد وتمديد فترة عقد الشراء والإمداد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالطاقة الكهربائية المنتجة في الوحدات 1 إلى 4، وذلك حتى شهر أبريل 2044. ويتوج هذا التوقيع سلسلة من المفاوضات بين المكتب وشريكه طاقة المغرب.